محمد محمد شو؟ تعال كل حطيت الفطور. شو؟ تعال كل. يلا شو؟ وين الشاي؟ خلص الشاي وحضرتك ماجر. يلا ما مشكلة. طيب ما في غير هدول الجبنة واللبن؟ ما في غيرهم؟ ايه ما في غير هدول. من وين بدي اجيب؟ ايوه ليش لا؟ نعمة الله في عالم تتبناها. خذي كلي خذي. انت كل انا ما بدي. خير شبك ما عند الصبح مالك على بعضك؟ ايه كل يوم بدي انا اكل نفس الاكل يعني. يا بنت الناس العالم عم تتمنى هاللقمة. نحن الحمد لله بنشكر الله انه في عنا منه. هاي نعمة الله. الحمد لله بنشكر الله في عالم عم تتمناها. وحتى الخبز بايت يا الله. نعمة الله. ايه لأيمت بدنا نضل عايشين بهالفقر لأيمت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حتى على الاكل بسد النفس. طب شو اعمل؟ لك روح دبر لك شغلي احسن. لك شو اعمل؟ طب اذا ما عندي مصلحة انا يا بنت الناس شو بعرفني انا رح يصير فيني هيك هون؟ انا كنت بسوريا الحمد لله كان معي، ما كنت بحتاج اني اتعلم مصلحة. هلا بدي امرق اشتغل اتعلم مصلحة الخياطة، راتبي 1500-600 ليرة. نعمة الله، يعني احمدي ربك على النعمة عالم تتمناها. يعني انا شو اعمل؟ اشحط اسرق انهب؟ هي هال 1800 ليرة بالزور عم ناخدن، عم نشتغل 30 نهار عم نتعب. الحمد لله هال 1500-600 ليرة نعمة الله دوبا بكفينا. هل ندفع شوية أجار البيت ونجيب لنا كم لقمة بس خليه يزبط وضعك. بكفي حكي بكفي حكي. أنا خلص مليت من هالوضع، ما عاد فيني ضل عايشة بهالفقر تبعك. شو بدك يعني أعمل؟ يعني شو أعمل؟ شو بيطلع بإيدي أعمل؟ هاي رزقي. اي خلص روح دبر لك شغلة، وإذا ما فيك تركني لروح عند أنا عند أهلي. ايش أنا شو عم بعمل؟ مو عم اشتغل؟ شو أساوي؟ تركيني تروح على بيت أهلك مشان المصاري؟ ليه كل رفقاتي عايشين أحسن مني؟ طلع فيني هنن بياكلوا أحسن أكل، بيشربوا أحسن شرب، ولك حتى لبسي بيلبسوا أحسن مني. لأيمت بدي ضل عايشة أنا في هذا الوضع؟ استغفر الله يا رب. خذي راحتك، وين بدك تروحي؟ مفكرني مبسوطة عندك يعني؟ رايحة عند بيت أهلي. يا رب صوتك يا رب يا رب لا تحزن حدا غيرك يا الله. ليش هيك يا رب؟ شو مزبط حالك ولابس طقم هيك؟ شو عاده ما بدا؟ ايه الحمد لله اشتغلت خياط وزبطت وضعي من ورشه صغيره لحد ما سويت شركه كبيره ومشي حالي الحمد لله. فكنت هون عم بتمشى تركت سيارتي برا قلت اتمشى شوي بالحديقه. وانت شو وضعك؟ ان شاء الله تجوزتي انت كمان؟ ايه الحمد لله تزوجت واحد مدير شركة كبيرة. والله واخدين بيت اطلال على البحر يعني هون بالمجمع. حلو كتير. ايه كتير منيح. الله يوفقك ويسعدك ان شاء الله تكوني مبسوطة. ما بدنا شي تاني. مبسوطة ان شاء الله؟ ايه الحمد لله. ايه الحمد لله هذا احسن شي. شو عم تسوي وانا عمري تأخرت عليك؟ مين هاد؟ معلم شلونك معلم؟ لين شلون صحتك معلمي؟ شو ليش واقف هون؟ خلينا نطلع نكسبك هيك فنجان هون معلم. لا لا مستعجل والله بدي اروح. عمري هذا هو معلمي اللي حكيت لك عنه، صاحب الشركة اللي أنا بشتغل فيها. هاد هو؟ إيه هاد هو معلمي اللي من وراء الله فتحوا بوشي. ليش أنتوا بتعرفوا بعض من قبل؟ إيه هاد هو زوجي اللي تركته، اللي كنت حكيت لك عنه.
حبيبي يا احمد، دير بالك عليك، الله يخليكم لبعض ويفتح وشك. تكرم عيونك يا معلم، نلتقي بالشغل ان شاء الله. بدك شيء؟ ان شاء الله. بلزمك شيء قل لي. نشربك قهوه معلم؟ لا لا لا، ما بدي اعزفكم معي. ديروا بالكم على حالكم. يا اهلا وسهلا يا معلم. سلام. امشي خلينا.